أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم حفظنا كتابك وسنة نبيك وشرعك، وجعلنا من العالمين والعاملين بهم يا رب العالمين. اللهم علمنا فإنا لا نعلم، وفهمنا فإنا لا نفهم، وفقهنا فإنا لا نفقه، وحفظنا فإنا لا نحفظ. اللهم لا تهتك عنا سترك، ولا تكشف عنا مدى، ولا تقطع عنا مددك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وجعلنا على قدمه وأثره الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم، آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي رضي الله تعالى عنه، شرح تقريب النواوي للإمام النووي رضي الله تعالى عنه، وعنا بهم أجمعين وعنا معهم، في مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا نقرأ في النوع 29، معرفة الإسناد العالي والنازل. قال النوع 29، معرفة الإسناد العالي والنازل. الإسناد العالي كما قلنا أن تقل فيه عدد الرجال، والإسناد النازل تكثر فيه عدد الرجال بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بينه وبين الصحابي، أو بينه وبين التابعي. قال الإمام النووي: الإسناد خصيصة لهذه الأمة، أنها كما قلنا المرة السابقة خاصية من خواص الأمة النبوية الشريفة المكرمة المرحومة. قال: الإسناد في أصله خصيصة فاضلة لهذه الأمة، ليست لغيرها من الأمم. وقلنا إن ما ورد عن الإنجيل أول مرة كتب الإنجيل بعد رفع سيدنا المسيح عليه السلام 83 سنة، ففي انقطاع ب 83 سنة، ولا يدرى بأي لغة، هو بالعبرانية أم باللاتينية. قال ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، مع الاتصال خص الله به المسلمين دون سائر الملل. أما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود، لكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من 30 عصرا، وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه. قال: وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط، وأما النقل بالطريق المشتملة على كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى. قال: وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا ولا إلى تابع له،
ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولس. وبولس قال ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع الاتصال، مع اتصال السند خص الله به المسلمين دون سائر الملل. ابن حزم ساعات بيكون دي عبارات ذهبية رضي الله عنه وأرضاه. وأما مع الإرسال والإعضال، الإرسال سقوط ما بين المروي عنه برجل، رجل قبل المنوي عنه ساقط، والإعضال سقوط رجلين، فيوجد في كثير من اليهود، لكن لا يقربون فيه موسى قربنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة يعني إيه؟ واحد يكون قابل اللي قابل سيدنا موسى، أو قابل اللي قابل اللي قابل سيدنا موسى، غير كده مفيش أعلى من كده، ما عندهمش حد قابل سيدنا موسى في أسانيد متصلة. فإعضال عندهم أو إرسال. أما مع الإرسال وهو سقوط راوي من السند، أو الإعضال وهو سقوط راويين فأكثر من السند على التوالي، فيوجد في كثير من اليهود، لكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من 30 عصرا. وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه. شمعون أحد الأتباع سيدنا موسى نازل تحت. قال: وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط. وأما النقل بالطريق المشتمل على كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى، اللي فيه كذابين ما عندهمش توثيق، هم ما عندهمش إيه التوثيق، إلا أنه ممكن يكون دجال وينقلوا عنه. قال: وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا، يعني يكون صاحب نبي، ولا إلى تابع له، ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولس أو بولس. وقال أبو علي الجياني: خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها، من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب. الله الله. ومن أدلة ذلك ما رواه الحاكم وغيره عن مطر الوراق، يبقى اسمه مطر ما اسموش المطر، ها، مطر الوراق، في قوله تعالى: أو أثارة من علم. قال: إسناد الحديث. وقال أبو علي الجياني: من أئمة الحديث والحفاظ، خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها، أي من قبلها من الأمم: الإسناد والأنساب، أن النسب محفوظ، والإعراب، أي في اللغة. ومن أدلة ذلك ما رواه الحاكم وغيره عن مطر الوراق في قوله تعالى: أو أثارة من علم. ائتوني أثارة من علم. قال: أثارة العلم هي الإسناد الحديث، إسناد الحديث. قال الإمام النووي: وسنة بالغة مؤكدة. قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، أخرجه مسلم في المقدمة. نعم، وسنة بالغة مؤكدة. قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هذا أخرجه مسلم في المقدمة عن ابن المبارك.
وقال سفيان بن عيينة حدث الزهري يوما بحديث فقلت هاته بلا إسناد. فقال الزهري أترقى السطح بلا سلم؟ وقال الثوري الإسناد سلاح المؤمن. الله الله. وقال سفيان بن عيينة حدث الزهري يوما بحديث محمد بن مسلم بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله الزهري فقلت قال له ابن عيينة قال ابن عيينة للزهري هاته بلا إسناد قولوا بقى زي ما يكون حديث طويل أو ما إلى ذلك. فقال اذكره بلا إسناد قل هو هاته بلا إسناد. فقال الزهري أترقى السطح بلا سلم؟ ينفع تطلع السطح كده تطير في الهواء من غير سلم؟ وقال الثوري الإسناد سلاح المؤمن أي في التثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل من التفاسير وما إلى ذلك أيضا. وطلب العلو فيه سنة أي طلب العلو في السند سنة. قال أحمد بن حنبل طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعونه منه. وقال محمد بن أسلم الطوسي قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله تعالى. الله الله الله. وطلب العلو فيه سنة. الله ده أعطى طلب العلو في الإسناد حكم شرعي أنه مندوب أنه سنة ماشي. طب ودوار إزاي؟ نجيب دليل إن شاء الله. قال أحمد بن حنبل طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف أي ده في السلف الصالح والصحابة والتابعين لأن أصحاب عبد الله أي ابن مسعود إذا أطلق عبد الله يبقى ابن مسعود الصحابي تلاميذه كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر سيدنا عمر بن الخطاب مباشرة ويسمعون منه. فما يروي سيدنا عبد الله بن مسعود حديث عن سيدنا عمر فتلاميذ سيدنا عبد الله بن مسعود يذهبون إلى المدينة حتى يسمعونه من عمر مباشرة. وقال محمد بن أسلم الطوسي قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله تعالى. ورد في البخاري وترجم له الإمام البخاري باب طلب الإسناد طلب علو الإسناد من الدين. الإمام البخاري ترجم كده في صحيحه باب طلب علو الإسناد من الدين وذكر حديثا يدل على ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم أن ضمام بن ثعلبة جاء ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رسولك أتى إلينا وقال أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع أو إلا أن تتطوع. قال وأن علينا صيام شهر هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وأن علينا زكاة تؤخذ من أغنيائنا وترد على فقرائنا فهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فالحديث أوله إيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا إلى 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 أهل ضمام بن ثعلبة أو قوم ضمام بن ثعلبة. فضمام بن ثعلبة كان في قومه فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثهم بهذه الأركان والواجبات عليهم من أركان الإسلام. فسيدنا ضمام بن ثعلبة بعدما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلو في الإسناد فإنه يباشر على طول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن رسولك أخبرنا أن علينا 5 صلوات في اليوم والليل. فالرسول ما نهاهوش عن كده بل أقره وقال له نعم. لم يقل له لما بعد أن جاءك رسولي أتيت إلي. فكأنه أقر على طلب العلو في الإسناد بأنه يباشر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويسقط الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والواسطة إلا هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده دليل في البخاري وترجم له البخاري إيه؟ باب طلب علو الإسناد من السنة. طيب ولهذا استحبت الرحلة
بضم الراء وكسرها. قال في القاموس: رحل، ارتحل القوم من عن مكان انتقلوا كترحلوا. والاسم الرحلة أو الرحلة بالضم والكسر، أو بالكسر الارتحال وبالضم الوجه الذي يقصده. والسفرة الواحدة ورحل الرجل منع الانتقال، كمنع انتقل. طيب، ولهذا استحبت الرحلة أو الرحلة كما تقدم. قال الحاكم: ويحتج له بحديث أنس في الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتانا رسولك فزعم كذا. الحديث رواه مسلم، وقلنا رواه البخاري اللي هو ضمام بن ثعلبة. إن برضو سيدنا ضمام بن ثعلبة ما طلبش العلو في الإسناد، بس إنه إيه؟ رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استحب الرحلة أو الرحلة كما تقدم. قال الحاكم: ويحتج له، أي لاستحباب طلب الرحلة أو الرحلة، بحديث أنس في الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتانا رسولك فزعم كذا. الحديث رواه مسلم، وهو حديث ضمام بن ثعلبة. وقال، أي قال الحاكم: ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه سؤاله لذلك، الله، ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه، زي ما أنا قلت كده الفقير. قال أي الحاكم: ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على السائل ده الذي أتى إليه اللي هو سيدنا ضمام بن ثعلبة، ها، لأنكر عليه سؤاله لذلك، ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول، ها، عنه، اللي أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، وهو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم ضمام بن ثعلبة. قال أي سيدنا الحاكم أيضا: وقد رحل في طلب الإسناد غير واحد من الصحابة. ثم ساق بسنده حديث خروج أبي أيوب إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عقبة. والحديث في ستر المؤمن، الحديث في ستر المؤمن. قال أي الحاكم: وقد رحل في طلب الإسناد غير واحد من الصحابة. ثم ساق بسنده حديث خروج أبي أيوب أي الأنصاري إلى عقبة بن عامر الجهني، هذا في مصر. سيدنا أبو أيوب رحل من المدينة إلى مصر، وذهب إلى أمير مصر اللي هو سيدنا عمرو بن العاص، وقال له يعني: عقبة عندك؟ قال له: نعم. قال: أدعوه لي. فدعا سيدنا عمرو بن العاص عقبة بن عامر، ها، فسأله سيدنا أبو أيوب على حديث إيه: من ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عقبة. سيدنا عقبة هو الوحيد الباقي اللي سمع الحديث ده. الحديث في ستر المؤمن. وقال العلائي من حفاظ الحديث معروف: في الاستدلال بما ذكروه نظر لا يخفى. أما حديث ضمام فقد اختلف العلماء فيه هل كان أسلم قبل مجيئه أو لا. فإن قلنا إنه لم يكن أسلم كما اختاره أبو داود فلا ريب في أن هذا ليس طلبا للعلو، بل كان شاكا في قول الرسول الذي جاءه فرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى استثبت الأمر وشاهد من أحواله ما حصل له العلم القطعي بصدقه. ولهذا قال في كلامه: فزعم لنا أنك إلى آخره. فإن الزعم إنما يكون في مظنة الكذب،
وإن قلنا كان أسلم فلم يكن مجيئه أيضا لطلب العلو في الإسناد، بل يرتقي من الظن إلى اليقين، لأن الرسول الذي أتاهم لم يفد خبره إلا الظن، ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم أفاد اليقين. قال: وكذلك ما يحتج به لهذا القول من رحلة جماعة من الصحابة والتابعين في سماع أحاديث معينة إلى البلاد لا دليل فيه أيضا، لجواز أن تكون تلك الأحاديث لم تتصل إلى من رحل بسببها من جهة صحيحة، فكانت الرحلة لتحصيلها لا للعلو فيها. نعم، لا ريب في اتفاق أئمة الحديث قديما وحديثا على الرحلة إلى من عنده الإسناد العالي. قال العلائي الحافظ العلائي: في الاستدلال بما ذكروه نظر لا يخفى، كأنه لم يكتفي بدلالة الحادثة وأنها محل لذلك الاستدلال على العموم مش على صريح النص. هو كان يريد أن نص صريح، ارحل يرحل، انت رحلت إلي ورحلت إليك، عايز عمل كلام يعني صعب، لكن في الآخر أقر الاثنين. قال العلائي: في الاستدلال بما ذكروه نظر لا يخفى، كأنه يريد نصا قاطعا في طلب علو الإسناد، ونصا قاطعا في في أيضا الرحلة في طلبة العلم. لكن الإمام الخطيب البغدادي ألف رسالة كتابا صغيرا اسمه الرحلة في طلب العلم، ماشي. أما حديث الإمام أي ابن ثعلبة فقد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس لم يرد في الروايات، يعني الرواية التي ذكرها الأئمة في الصحيح لم يرد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استنطقه الشهادتين بعد أن آمن. قال لا، ده في آخر الحديث قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على ذلك ولا أنقص، وده أكبر، لكن ما فيش رواية تثبت أنه نطق الشهادتين، يبقى ده يدل على أنه نطق الشهادتين وآمن قبل ذلك عندما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عندهم الكذب قبيح جدا، حتى الكفار الكذب ده يعني قبيح جدا، ولذلك مما يستدل أن الكذب كان عندهم قبيح أن سيدنا أبو سفيان رضي الله تعالى عنه لما قبل أن يسلم ذهب إلى هرقل ملك الروم وسأله هرقل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في أول البخاري، كيف حاله فيكم وما إلى ذلك، فقال: أيكذب؟ قال: لا، ونحن في مدة بيننا وبينه لا ندري ما هو فاعل فيها. عشان قال الكلمة دي: ونحن في مدة لا بيننا وبينه، أي صلح الحديبية، لا ندري ما هو فاعل فيها، وكذب ولا لا؟ قال: وما استطعت أن أزيد كلمة غير هذه الكلمة. بيقول: أنا ما أعرفش بقى بيكذب ولا لا في دلوقتي، لكن قال هو ما بيكذبش. قال: لا. قال: أيكذب؟ قال: لا. ماشي، فكان الكذب عندهم قبيح جدا، خلاص، عند حتى الكفار. أما فإذا كان ضمام قابل قابلة وأراد بس زيادة اليقين، مش أصلا مش عنده شك، لا، لأن الدين واضح، دع ما تعبد في الأرض واعبد من في السماء. أما حديث ضمام فقد اختلف العلماء فيه، هل كان أسلم قبل مجيئه أم لا؟ الأصل أنه أسلم قبل مجيئه، لأن الورد الأحاديث لم يرد حديث يدل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ الشهادتين، أن يتلفظ ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن قلنا أنه لم يكن أسلم كما اختاره أبو داود السجستاني، إن سيدنا أبو داود السجستاني قال: باب في المشرك يدخل المسجد، واختصر القصة ولم يذكر محل الشاهد،
وهو في روايه يعني برضو ما قالش ان كان حاله مشرك. وفي روايه المسند المشار اليها باسناد حسن قوي، وهو قوله رضي الله تعالى عنه بعد ما عرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم اركان الاسلام وشرائعه: فاني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وساؤدي هذه الفرائض واجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا ازيد ولا انقص. ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنه. او اراد التاكيد، لكن برضو العلماء ظاهر الحديث انه لم يسلم. ماشي الروايه دي، فلا ريب في ان هذا ليس طلبا للعلو، بل كان شاكا في قول الرسول الذي جاءه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحل الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى استثبت الامر، وشاهد من احواله ما حصل له العلم القطعي بصدقه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في كلامه: فزعم لنا انك. كل دي احتمالات. كلمه زعم اي قال، مش كلمه زعم بمعنى قال، ها، الى اخره. فان الزعم انما، لكن البخاري فهم كده، فان الزعم انما يكون في مظنه الكذب. وإن قلنا كان أسلم فلم يكن مجيئه أيضا لطلب العلو في الإسناد، بل يرتقي من الظن إلى اليقين. لا بس برضو ده في اعتراض، كيف يكون أسلم وعنده شك؟ إما عنده شك يبقى مش مسلم أصلا، لم يدخل الإسلام، فكيف يكون أسلم وعنده شك؟ يرتقي من الظن اللي هو الشك إلى اليقين، ما ينفعش. لأن الرسول الذي أتاهم لم يفد خبره إلا الظن عنده، ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم أفاد اليقين طبعا. ماشي. قال: وكذلك ما يحتج به لهذا القول من رحلة جماعة من الصحابة، ده قول العلائي أيضا. قال أي العلائي: ها، وكذلك ما يحتج به لهذا القول من رحلة جماعة من الصحابة والتابعين في سماع أحاديث معينة إلى البلاد، لا دليل فيه أيضا لجواز أن تكون تلك الأحاديث لم تتصل إلى من رحل بسببها من جهة صحيحة. ده صحاب عايزين جاء صحيحة إيه؟ يعني سيدنا ابن مسعود مثلا هو في بلاد الشام كان جهة غير صحيحة عشان يرحلون إلى عمر في المدينة، ابن مسعود ما كانش جهة صحيحة؟ طبعا صحاب يعني موثق وكل حاجة. فكانت الرحلة لتحصيلها أي بجهة بإسناد صحيح لا للعلو فيها. شوف بقى، قال العلاء برضو: نعم لا ريب في اتفاق أئمة الحديث قديما وحديثا على الرحلة إلى من عنده الإسناد العالي. طب ما كده خلاص، ده اتفاق الحفاظ، انت عايز أكتر من كده؟ نعم لا ريب في اتفاق الأئمة الحديث قديما وحديثا على الرحلة إلى من عنده الإسناد العالي، على المسألتين الرحلة والإسناد العالي. طيب قال الإمام النووي، عايزين نقف هنا نشوف بتاع ده. عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وهو أقسام، أجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف. قال: وهو أقسام، أي طلب العلو في الإسلام في الإسناد والرحلة هذه، أجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف.
يبقى أعلاها وأجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف. قال الشارح: وهو أي العلوي في الإسناد أيضا أقسام خمسة، أجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد، في البخاري في كتاب العلم ترجم الإمام البخاري باب الخروج في طلب العلم ورحل جابر بن عبد الله ميسرة شهر مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. ده ترجمة البخاري كده: باب الخروج في طلب العلم ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. رحل ليه؟ هذا كافي، كفاية ترجمة البخاري دي. قال: وهو أقسام أجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف. وهو أي العلو في الإسناد، أي في الإسناد أقسام خمسة، أجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد، أي العدد يبقى قليل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بإسناد صحيح نظيف، بخلاف ما إذا كان مع ضعف، أو ممكن إسناد عالي لكن فيه ضعيف أو راوي مختلف فيه، فلا التفات إلى هذا العلو، ما فيش التفات. لو كان فيه ضعف في الإسناد يبقى الحديث حكمه يحكم على الحديث بحكم أقل راوي فيه، فلو ثقة 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 ضعيف ثقة يبقى الحديث ضعيف، ماشي. فالمطلوب في الدرجة العالية بإسناد صحيح نظيف، أي كل رجاله ثقات ما فيهمش ضعيف، وده من حيث العدد بإسناد صحيح نظيف، بخلاف ما إذا كان مع ضعيف، مع ضعف في راوي ضعيف واحد بس في الإسناد، فلا التفات إلى هذا العلو، لا سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعا من الصحابة كأبي هدبة ودينار وخراش ونعيم بن سالم ويعلى بن الأشدق وأبي الدنيا الأشج. قال الذهبي: متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عامي بعد الله. قال: بإسناد صحيح نظيف بخلاف ما إذا كان مع ضعف فلا التفات إلى هذا العلو، لا سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعا من الصحابة كأبي هدبة ودينار وخراش ونعيم بن سالم ويعلى بن الأشدق وأبي الدنيا الأشج. قال الذهبي: متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عامي بعد، ملوش في الحديث، ليس له في علم الحديث.
وأعلى ما يقع لنا ولأضربنا في هذا الزمان من الأحاديث الصحاح المتصلة بالسماع، ده كلام الإمام السيوطي، وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا أي أمثالنا من العلماء في هذا الزمان زي السخاوي، من الأحاديث الصحاح المتصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه 12 رجلا، وبالإجازة في الطريق 11، وذلك كثير، وبضعف يسير غير واه 10، ولم يقع لنا بذلك إلا أحاديث قليلة جدا في معجم الطبراني الصغير. هيدي الإمام السيوطي أمثلة لذلك. وأعلى ما يقع لنا أي للسيوطي رضي الله تعالى عنه ولأضرابنا أي أمثالنا وأقراننا في هذا الزمان من الأحاديث الصحاح المتصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 12 رجلا، وبالإجازة في الطريق 11 رجلا، إن ده متصل بالسماع، هذا متصل بالسماع، متصل بالسماع معنى إيه؟ كل لقي شيخه، كل تلميذ لقي شيخه ولم يأخذ إجازة منه، ده لقيه وسمع منه. وبالإسناد ده ها يقول حدثنا أخبرنا عن، بس كله سامع من شيخه خلاص. وبالإجازة إن في الوسط واحد أجاز التاني، يبقى إيه؟ هيبقى أعلى شوية 11، لأن في إجازة في النص. وذلك كثير، وبضعف يسير غير واهن، يبقى في ضعف يسير مقبول ويكبر، وفي ضعف واهي أي شديد الضعف، عشان نعرف مصطلح أهل الحديث، أقول لك هذا حديث واهي يبقى شديد الضعف خلاص، ضعف يسير يكبر أي قابل للجبر والرفع، غير واهن 10 رجال. ولم يقع لنا بذلك إلا أحاديث قليلة جدا في معجم الطبراني الصغير. أخبرني مسند الدنيا أبو عبد الله محمد بن مقبل الحلبي إجازة مكاتبة منها في رجب سنة 69 و800 عن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أبي عمر المقدسي، وهو آخر من حدث عنه بالإجازة. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن البخاري، وهو آخر من حدث عنه، عن أبي القاسم عبد الواحد بن القاسم الصيدلاني، وهو آخر من حدث عنه. أخبرتنا أم إبراهيم بنت عبد الله وأبو الفضل الثقفي سماعا عليهما، قال أخبرنا أبو بكر بن ريدة، قال أخبرنا أبو القاسم الطبراني، قال حدثنا عبيد الله بن رماحس سنة 74 و200، قال حدثنا أبو عمرو زياد بن طارق، وكان قد أتت عليه 120 سنة، عمره 120 سنة، قال سمعت أبا جرول زهير بن سرد الجشمي يقول لما أسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يوم هوازن، وذهب يفرق السبي والشاء، فأتيته فأنشدت أقول هذا الشعر. الله الله. قال سمعت أبا جرول زهير بن سرد الجشمي يقول لما أسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، كان أسير يوم حنين هو هوازن، ماشي، يوم هوازن، وذهب يفرق السبي والشاء أي الأنعام كمان، لأن كان في نوق هناك، فأتيته فأنشدت أقول هذا الشعر: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن على بيضة قد عاقها قدر، مشتت شملها في دهرها غير، أبقت لنا الدهر هتافا على حزن، على قلوبهم الغماء والغمر أو الغمر، إن لم تداركهم نعماء تنشرها، يا أرجح الناس حلما حين يختبروا، أمن على نسوة قد كنت ترضعها،
إذ فوك تملأه من محضها الدرر. الله. إذ كنت طفلا صغيرا كنت ترضعها، وإذ يزينك ما تأتي وما تذر. لا تجعلنا كمن شالت نعامته، واستبق منا فإنا معشر زهر. إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر. فألبس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتك، إن العفو مشتهر. يا خير من مرحت قمت الجياد به، عند الهياج إذا ما استوقد الشرر. إن نؤمل عفوا منك تلبسه هذه البرية، إذ تعفو وتنتصر. فاعف عفا الله عما أنت راهبه يوم القيامة، إذ يهدى لك الظفر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر قال: من كان ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. الله الله. وقالت قريش: ما كان لنا فهو لله ولرسوله. وقالت الأنصار: ما كان لله فهو لله ورسوله. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، عشاري، أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه عن ابن رماحس وابن قانع عن عبيد الله بن علي الخواص عن ابن رماحس، وله شاهد من رواية ابن إسحاق في المغازي. قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما كان يوم حنين يوم هوازن، فذكر القصة وسياقه أتم. وقد أخرجه، لا نقرأ الأول حتة حتة بقى، نقرأ إيه من أول شرح الحديث. قال: سمعت أبا جرول زهير بن سرد الجشمي يقول: لما أسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وقع في الأسر يوم هوازن، يوم حنين هو يوم هوازن، وذهب يفرق السبي والشاء. بس هو كان انتظر صلى الله عليه وسلم، ما فرقش على طول، لعلهم يأتون ها مسلمين فيتنازل عن السبي وعن ايه الشياه والأنعام. فأنشدت أقول هذا الشعر اللي هو زهير بن سرد الجشمي: أمن علينا رسول الله في كرم، من علينا بالعفو وبإيه بإطلاقنا من السبي وإيه وما إلى ذلك. فإنك المرء نرجوه وننتظره، نحن الذي ننتظر ونرجوه. أمن على بيضة قد عاقها قدر. بيضة هو ما يحمى، البيضة ما يحمى، الأهل والعشيرة والجماعة التي يحميها الإنسان يعني. أمن على بيضة قد عاقها قدر، أن القدر جعلها تحت إمرتك وفي يدك. مشتت شملها في دهرها غير. البيضة دي اللي هي الأهل والعشيرة والجماعة شتت شملها في دهرها غير، أي تغير عليها الدار والدهر والحال، ونقلها من الصلاح إلى الفساد. أبقت لنا الدهر هتافا على حزن. ما قلت لو أمن على بيضة قد عاقاها قدر، ها ده جاء في الآخر، البيت ده جاء في الآخر خالص، في آخر القصيدة: يا خير من مرحت، ها جاء في الآخر. انتوا عندكم ايش في سقط؟ هو الخير ده، البيت ده اللي هو البيت الثالث من تحت: يا خير من مرحت قمت الجياد به على الهياجي. ماشي، عندك حاجه تانية: يا خير طفل ابقت لنا الدهر هتافا على حزن، على قلوبهم الغماء والغمر. الغماء والغمر في غم يعني وما إلى ذلك.
إن لم تداركهم نعماء تنشرها، أي أنك تعفو عنهم وتطلق أسرهم، يا أرجح الناس حلما حين يختبروا. أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إن كان بعض المرضعات من إيه؟ من هوازن. إذ فوك تملأه من محضها الدرر، الدرر أي ما يدر من اللبن من الثدي، محضها أي محض اللبن الخالص، من محضها الدرر أي تدر اللبن في فمك عليه الصلاة والسلام. إذ كنت طفلا صغيرا كنت ترضعها، وإذ يزينك ما تأتي وما تذر، إن هيبقى زين لك إن أنت تتركهم هؤلاء. لا تجعلنا كمن شالت نعامته، واستبق منا فإنا معشر زهر، جمع أزهر، أي هلكت النعامة، النعامة بطن القدم، وشالت ارتفعت، ومن هلك ارتفعت رجلاه وتنكس رأسه فضارت نعامة قدمه. تجدون قوم زهر بالزاي والهاء. إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت، إحنا قوم بنشكر النعمة حتى لو حد غيرنا كفرها إحنا نشكرها. ها، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر، وهندخر في المستقبل أشياء. فألبس العفو من كنت فألبس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتك، إن العفو مشتهر، العفو من أهل الشيام. يا خير من مرحت كمت الجياد به، أي الجياد اللي هي جمع الخيل، يعني جمع جواد، والكميت هو لون للخير مفضل عندهم، وهو اللون الذي يقال له في عرفنا البني، اللون البني يعني. يا خير من مرحت أي جرت كمت الجياد به، أي الجمع الجواد، وهو الفرس اللي لونه بني يعني، ها، لأنه بيبقى جيد عندهم. عند الهياج أي عند ثوران الحرب، إذا ما استوقد الشرر، إذا اشتد الحرب يعني. إنا نؤمل عفوا منك تلبسه هذه البرية، لأنهم كانوا كتير، مش عارف 12,000 واحد، 12,000 أسير كانوا في غزوة هوازن. هذه البرية، إن نؤمل عفوا منك تلبسه هذه البرية، إذ تعفو وتنتصر. ففي العفو نصر، ماشي، فاعفو عفى الله عما أنت راهبه يوم القيامة، إذ يهدى لك الظفر، الظفر أي النصر. قال: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشعر قال: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، يعني عفى عما يكون من نصيبه صلى الله عليه وسلم ونصيب بني عبد المطلب من الأسرى ومن الإبل والغنم والأنعام. وقالت قريش، أم قريش عملت كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت قريش: ما كان لنا فهو لله ولرسوله، وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لله ورسوله. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، عشاري أي إسناده في عشرة، أخرجه أبو سعيد ابن الأعرابي في معجمه عن ابن رماحس وابن قانع، أي أخرجه ابن قانع عن عبيد الله بن علي الخواص عن ابن رماحس أيضا، وله شاهد من رواية ابن إسحاق في المغازي. قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما كان يوم حنين يوم هوازن فذكر القصة وسياقه أتم، يعني جاب القصة كاملة. وقد أخرجه الضياء في المختارة، الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة من حديث زهير، واستشهد له بحديث عمرو بن شعيب فهو عنده على شرط الحسن. وأما الذهبي فقال في الميزان، وأما الذهبي فقال في الميزان: عبيد الله بن رماحس القيسي الرملي كان معمرا، أي طلع عمره، ما رأيت المتقدمين فيه جرحا، قال أو جرحا
ثم رأيت لحديثه هذا علة قادحة. قال ابن عبد البر: فيه رواه عبيد الله عن زياد بن طارق عن زياد بن سرد بن زهير عن أبيه عن جده زهير. فعمد عبيد الله إلى الإسناد فأسقط منه رجلين. لكن الحافظ ابن حجر كما في التحقيق للدكتور العوامة العلامة قال: حديث حسن الإسناد، وعلق عليه وحسن إسناده كما ذكر ذلك، كما ذكره الإمام السيوطي، قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه عشري. ثم قال بعد ذلك الإمام السيوطي: وبه إلى الطبراني مرة أخرى حديث آخر بنفس الإسناد بتاع الإمام السيوطي، به إلى الطبراني: حدثنا جعفر بن حميد بن عبد الكريم ابن فروخ الأنصاري الدمشقي، حدثني جدي لأمي عمر بن أبان ابن المفضل المدني قال: أراني أنس بن مالك الوضوء فأخذ الوضوء فأخذ ركوة فوضعها على يساره وصب على يده اليمنى فغسلها ثلاثا، ثم أدار الركوة على يده اليمنى فتوضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا، وأخذ ماء جديدا لصماخه، فقلت له: قد مسحت أذنيك؟ قال: يا غلام، إنهما من الرأس ليس هما من الوجه. ثم قال: يا غلام، هل رأيت أو فهمت أو أعيد عليك؟ فقال: قد كفاني وقد فهمت. قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هذا حديث غريب من هذا الوجه. بنفس إسناد الإمام السيوطي اللي هو فيه 10 أو 11 رجلا، ووصل به إلى الطبراني وأكمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجل، وبه إلى الطبراني اللي هو الإسناد بتاعه الذي في صفحة 289 اللي هو قال: أخبرني مسند الدنيا أبو عبد الله محمد بن مقبل الحلبي إجازة مكاتبة، ها، منها في رجب سنة 69 و800، عن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أبي عمر المقدسي، وهو آخر من حدث عنه بالإجازة. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن البخاري، وهو آخر من حدث عنه، عن أبي القاسم عبد الواحد بن القاسم الصيدلاني، وهو آخر من حدث عنه. أخبرتنا أم إبراهيم بنت عبد الله وأبو الفضل الثقفي سماعا عليهما، قال: أخبرنا أبو بكر بن ريذة، قال: أخبرنا أبو القاسم الطبراني. وابتدي يكمل الإسناد بعد كده بإسناد الحديث الذي نقرأه الآن، الطبراني. قال بعد ذلك: وبه إلى الطبراني: حدثنا جعفر بن حميد بن عبد الكريم ابن فروخ الأنصاري الدمشقي، قال: حدثني جدي لأمي عمر بن أبان ابن مفضل المدني، قال: أراني أنس بن مالك الوضوء، أي جعله ينظر إليه وهو يتوضأ، الوضوء أي الفعل نفسه، أخذ ركوة أي إناء فوضعها عن يساره وصب على يده اليمنى فغسلها ثلاثا، اللي هو غسل الإيه، صب من الإناء ثلاث مرات عن يساري، يبقى كده، يبقى صب من ثلاث مرات على ايده اليمنى وغسل، ها، اللي هو سنه ايه، غسل اليدين خارج الاناء، فغسلها ثلاثا، ثم ادار الركوه على يده، جعل الاناء على يده اليمنى، فتوضا ثلاثا ثلاثا ومسح براسه ثلاثا، واخذ ماء جديدا لصماخه، يعني بعد ان مسح راسه أخذ ماء جديد بأطراف صوابعه إلى صماخه وأداره، شفعي بالضبط. فقلت له: قد مسحت أذنيك، أنت المفروض تغسل أذنيك. قال له: قد مسحت أذنيك، ها؟ قال: يا غلام، إنهما من الرأس، يعني حكمهما المسح وليس حكمهما الغسل، ليس هما من الوجه. ثم قال: يا غلام، هل رأيت أو فهمت أو أعيد عليك؟ قال ثم قال: يا غلام، هل رأيت أو فهمت أو أعيد عليك مرة أخرى؟ استفهام يعني. فقلت: قد كفاني وقد فهمت. قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال الذهبي في الميزان: انفرد به الطبراني عن جعفر وعمر بن أبان لا يدرى من هو. قال: والحديث ثماني لنا
على ضعفه. الحديث ده عالي 8 بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بس ضعيف. ونقف عند القسم الثاني من القرب من إمام أئمة الحديث وإن كثر، والله تعالى أعلى وأعلم، اللي هو طلب علو الإسناد المرحلة الثانية أو الدرجة الثانية، القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر بعده، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك توصل للديوان، ما هو البخاري فيه ثلاثي ورباعي وخماسي وسباعي وسداسي وسباعي، ها؟ فاللي هيقرب من الإمام البخاري هيروي الثلاثي والرباعي وهيروي هذا، وهذا نشرحه المرة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. لا ليس المرة الجاية في أسئلة؟ فاهمين مصطلح كويس؟ قلت لكم ازاي تخرجوا الاحاديث المره اللي فاتت، ها؟ اما يقابلك حديث بقى اشتغل فيه ونباح، يعني انا اراجع وراك ما خرجته.